يا هلا بكم وحياكم الله واهلا وسهلا بكم في مؤتمر اوتو ميكانيكا لسنه 2021. نحن شركه لمعان الوسام الوكيل الرسمي واكيد الحصري لشركه اوتيل في العراق. طبعا شاركنا هذه السنه شراكتنا ويا شركه اوتيل، مثل ما قلت لكم احنا وكلاءهم الرسميين والحصريين في العراق ويا شركه اوتيل. وشركه اوتيل طبعا في هذا العام طرحت هواي منتجات جديده ومن ضمنها الماكسيسس الام اس 906 البرو، وهواي منتجات ان شاء الله راح اوافيكم بيها فيديوهات وبث مباشر عنها وعن عملها وعن امكانياتها. شركه اوتيل هي الشركه الاولى عالميا الان في مجال تصنيع اجهزه فحص اعطال السيارات، كاميرات البوري اللي ممكن تدخلها في الاماكن الضيقه بالسياره، اجهزه برمجه حساسات التايرات والمزيد المزيد تشوفوه في شركه اوتيل. خلينا نجي وياكم ونشوفكم الشغلات اللي موجوده في اجهزه شركه اوتيل. الاجهزه المميزه من شركه اوتيل اللي هي اجهزه قياس عمر الديسكات والتايرات، جهاز قياسة عمر الديسك والتاير، هذا جهاز مميز من شركه اوتيل، من اروع ما يكون. تقدر تدخل هذا الديسك بالفلنجه وتشوف عمر وقياس التاير والديسك وايضا حساسات التايرات. حساسات التايرات معروفه عالميا انه افضل حساس تاير جوكر لجميع انواع السيارات من شركه اوتيل، يشتغل جميع انواع السيارات دون استثناء. وايضا عندهم بهذه السنه انتاجات جديده ان شاء الله بالعراق توصلنا بالمستقبل. شاحنات السيارات عن طريق الشحن، السيارات تشتغل عن طريق الشحن. شركه اوتيل من الشركات اللي وفرت شاحنات السيارات، ان شاء الله بالمستقبل بتتوفر عندنا سيارات كهربائيه بالعراق راح نوفر لكم هذه الشاحنات. اما كماكسيسس ايداس الجهاز الاول، جهاز برمجه الرادار، جهاز الاوتيل ماكسيسس ايداس، جهاز معايرة الرادار والكاميرات والنقطة العمياء، جهاز الاوتيل ماكسيسس ايداس طبعا من افضل انتاجات الشركة الاولى بالعالم اللي انتجت جهاز برمجة الرادار السيارات الاوتيل ماكسيسس ايداس. طبعا راح نكون وياكم احنا ان شاء الله على مدار 3 ايام في مؤتمر اوتو ميكانيكا لسنة 2021 اللي هو الحمد لله والشكر تقدرون تشوفون انه ناجح جدا وحقق نسبة زبائن هواي اجوا من مختلف الدول يشوفون اجهزه شركه اوتيل. ايضا من العراق عندنا هواي زبائن اجوا من العراق شافوا الاجهزه اللي موجوده، وان شاء الله شركه اوتيل شركه معروفه وما يحتاج انه واحد يسوي لها دعايه. حياكم الله واهلا وسهلا بكم، وياكم وسام شركه لمعان الوسام الوكيل الرسمي واكيد الحصري لشركه اوتيل في العراق، وراح نبقى وياكم ونكمل الفيديوهات بهذا المؤتمر. تحياتنا.